دبابة طبعا ومش لاقيينها. بقول لكم محدش يدور عليها غير في سيارات عبد الله في 30 شارع احمد عراب المهندسين. بس قبل ما تخرج من الفيديو لازم تعمل اشتراك وكمان تشير الفيديو على جروبات العربيات النقل في كل المحافظات او اي جروب انت مشترك عليه. ادعمني بالاشتراك وبالاعجاب والمشاهدات علشان كل جديد ان شاء الله هقدر انشره الايام اللي جايه. زي ما حضراتكم شايفين كده شوفوا ليه دبابه دي الكامله واضح جدا من الفوق، وادي الفاضيه واضح جدا برضو من الفوق. وادي اللون الاحمر الجميل بتاعها. العربيات زي ما احنا قلنا موجوده في 30 شارع احمد عراب المهندسين بدور بتاعه معرض سيارات عبد الله، بيت السيارات النقل في مصر، بيت السيارات النقل في مصر بمعنى الكلمه. اي حد محتاج عربيه نقل ما تدورش ولا تلف عليك وعلى سيارات عبد الله. حاول نقرب لكم الصوره كده برضو، واحنا كل ده بنعمله لوجه الله علشان الناس تعرف العربيه موجوده فين.